تستقبلكم بكل معاني المحبة والحفاوة والترحيب. أيها الإخوة، إننا أمام مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق أبناء هذا الجيل من المثقفين والمهتمين بالحفاظ على التاريخ والذاكرة الشعبية المحملة بكثير من الزخم الثقافي لهذه البلدة وللوطن بصفة عامة. أيها الإخوة، إن الشعر الشعبي الذي اخترته الجمعية ليكون موضوع ملتقاها الأول يحمل رموز ومفاتيح هويتنا وحضارتنا وثقافتنا التاريخية المتميزة بالتنوع والأصالة والقوة الوطنية. هذا الشعر مجرد قلت أيها الإخوة، إن الشعر الشعبي الذي اخترته الجمعية ليكون موضوع ملتقانا الأول يحمل رموز ومفاتيح هويتنا وحضارتنا وثقافتنا التاريخية المتميزة بالتنوع والأصالة والقوة الوطنية. هذا الشعر ليس مجرد أغاني نمر عليها ونطرب لها في مناسبات، إنه مثل غيره من الفنون والعلوم التي تحمل هويتنا ورموز وطنيتنا.